وين رجعتوني وين وديتوني وين؟ إذا أريد أسألك دكتور، الحفيد الأول لعلي شعلان الباهلي وأيضا الابن البكر لشهيد علي شعلان الباهلي، أين أخذك لأي مكان هذا الروبورتاج؟ يعني شريط حياة كامل أنت سويته، يعني من الطفولة، من الصبا، من فترة بدايات الدخول للمسرح وللفن وصولا إلى الآن. يعني يعني الآن معقول أني هالقد عمري؟ عمر كله مو مبين أكيد، بس إنجازات عظيمة يعني كثير والله. ما يعني أكو أشياء ناسيها أنا فعلا، يعني بزحمة الحياة ويعني تخليك يعني رجعتوني. طيب من جبتوها؟ إذا أريد نرجع للطفولة ونرجع إلى رياض الطفل، الحفيد الأول وأيضا الابن البكر، كنت مدلل بطفولتك؟ يعني أنا الحفيد الأول للعائلتين، عائلة الأب والأم. يعني أنا أول طفل في عائلة أبويا، أول حفيد يعني، وأول حفيد في عائلة أمي، وبالتالي فالدلال مزدوج صار. يعني أخذت الحصة الأكبر من الدلال. أي يعني تماما. وبعدين ورايا يمكن بثلاث سنوات يلا جتي الأخت. تعرفين يعني لما جتي أخت يبقى الولد هو هم الولد وهم اسمه ولد وأيضا البكر. البكر طيب ابن معلم ومعلم ومدير لمدرسة، شلون كانت العلاقة بينكم بالبيت؟ كان قاسي؟ كان الوالد معكم مع الأخوان؟ شوفي يعني هو أكو تركيب بالشخصية. يعني هو منحدر من عائلة عشائرية ريفية، أبوه يعني إحنا كما يقولون هم الشيخة في بيتنا صار لها 300 سنة يعني. فبالتالي أكو يعني مرجعية عشائرية وتقاليد عشائرية وطقس عشائري. وأنا أعتقد يعني ريفنا بالعراق كان لم يكن متمدنا بس كان متحضرا بالقيم، بالتقاليد، بالأخلاق، بالإرث يعني المتوارث. فبالتالي هو كان يحمل هذه، وهو أول شخص بالعشيرة يمكن كلها كمل دراسة. كانت في حينها دار المعلمين العالية يسموها، وتخرج معلم. كان المعلم في حينها يعني قضية إلى مكانة. أي إلى مكانة. طيب يعني طبع والدك الجدي وأنتم يعني أولاد لأستاذ ومدير لمدرسة، هذا يحتم عليكم تكون يعني تصرفاتكم تكون محدودة مقيدة. ما هو هذا اللي بدي أقول لك. يعني هو الله يرحمه كان يعني أبويته ماخذة للاتجاهين، يعني منا هو معلم ويعني وتربوي، ومنا هو عنده مرجعية عشارية. فبالتالي أكو قسوة بس معاها حنان مفرط. يعني كان كثير حنين علينا وكثير يعني يفضل أسرته حتى على نفسه يعني. بس بالمقابل بلحظات معينة مثلاً الخطأ غير مقبول، يعني ما يقبله، يعني مو بسهولة يقبل.